أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، هذا هو المشهد، هذا هو حديثنا في هذا الليلة أو في هذه الليلة عن ما يتعلق بالأزمة الليبية واجتماع وزراء خارجية مصر تونس الجزائر هنا في القاهرة بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في الجزائر، وبعد الأنباء التي توالت وحديثها هو انتصار الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر على الأزمات في الجنوب الليبي. هذا هو حديثنا، أهلا بحضراتكم وأنا تامر حنفي أحييكم وباسمكم أحيي الأستاذ علي طرفاية وهو الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الليبي. أهلا بك فندم. أهلا بحضرتك. اسمحوا لنا أن نخرج إلى هذه الوقفة التقريرية ونعود من بعدها لفتح هذا الملف، ابقوا معنا. لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا وفي إطار المساعي الحثيثة لتسوية الأزمة الليبية، تستضيف القاهرة الاجتماع الوزاري المصري التونسي الجزائري، ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية سامح شكري ووزير خارجية تونس خميس جهناوي ووزير الخارجية الجزائرية عبد القادر مساهل. وكان وزير الخارجية سامح شكري قد شارك في أعمال الاجتماع السابع للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى والمعنية بليبيا والذي عقد على هامش أعمال الدورة 32 لقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا وبحضور الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة. وقد شهدت الجلسة استعراضا لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية وجهود دعم التوافق الوطني بين كافة الأطراف الليبية من أجل الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة، فضلا عن المساعي الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة أرجاء البلاد. من جانبه أكد سامح شكري على التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء في ليبيا على كافة الأصعدة، منوها بمحددات الموقف المصري الراسخ من الأزمة الليبية والمبني على الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة وبما يضمن الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الليبية وسلامة أراضيها. أهلا بحضراتكم مرة أخرى وباسمكم أجدد التحية للأستاذ علي طرفاية وهو الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي والعضو التنفيذي للرابطة الأفرو عربية بنقابة الصحفيين المصريين. أهلا بك. أهلا بحضرتك. سيد الفاضل، لماذا هذا الاجتماع ولماذا غابت دول مثل تشاد والنيجر والسودان عن هذا الاجتماع، اجتماع مصر وتونس والجزائر هذا اليوم؟ يعني أولا الاجتماع بيجي على هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب في جامعة الدول العربية غدا، يعني أيضا ربما لأن مصر والجزائر وتونس هم من أكثر الدول تفاعلا مع الأزمة الليبية لأسباب متعددة، يعني علاوة على رابطة الجوار هناك تواصل ديموغرافي ما بين الدول الثلاث، تونس والجزائر ومصر هي أكثر الدول تضررا من نمو الجماعات الإرهابية داخل ليبيا، هذه الجماعات شكلت بشكل أو بآخر مخاطر وتهديدات لأمن الدول الثلاثة. لكن يعني في المفهوم الأوسع ما في شك أن تداعيات الأزمة الليبية على كافة الإقليم العربي هي معروفة، خاصة وأن ليبيا أصبحت ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية التي يعني تمارس بشكل أو بآخر عمليات خارج الحدود الليبية بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة ككل. ماذا يتوقع أن يقدم اجتماع اليوم عما سبق من اجتماعات؟ يعني أعتقد حتى وفي ظل الأحداث التي تشهدها الجزائر، يعني التأكيد على عملية التنسيق الأمني ما بين الدول الثلاث في مكافحة الإرهاب. أيضا الاجتماع بيأتي في بالتزامن مع تمكن الجيش الليبي من السيطرة على حدود ليبيا الجنوبية وتحرير مدينة سبها كاملة، ونحن نعلم جيدا أن مدينة سبها لها حدود مشتركة مع تونس ومع الجزائر. يعني طبعا التنسيق ما بين مصر والجزائر وتونس مستمر من أجل الوصول إلى تسوية عادلة ترضي كل الليبيين وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار وتضمن عودة الدولة الليبية كاملة دون تجزئة ودون تقسيم، أيضا في إطار المصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية. مصر تلعب دور مهم للغاية في هذا الإطار، وقد استضافت أكثر من تقريبا 6 اجتماعات للقيادات العسكرية من الشرق الليبي ومن الغرب الليبي في إطار توحيد المؤسسة العسكرية، وهذا الذي يعني يراهن عليه المجتمع الدولي
أيضا مع المصالحة أو الاجتماع الوطني الشامل تمهيدا لإجراء الانتخابات حتى يتسنى للجيش الليبي تأمين العملية الانتخابية في المستقبل. إجراء الانتخابات ده هل هو أمر تم الاتفاق عليه؟ هذا الأمر ما زال محل نقاش؟ لا زال هناك حوار مجتمعي يعد له المبعوث الأممي لليبيا السيد غسان سلامة، سوف يسبق بالطبع عملية التمهيد لإجراء العملية يعني من أجل تحقيق مصالحة وطنية شاملة تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا، بحيث يعني تضمن وحدة الدولة الليبية وأن يكون هناك رأس واحد للدولة بدلا من الوضع الفوضوي والعبثي الموجود الآن في ليبيا، ثلاث حكومات وثلاث رؤساء ثلاث حكومات ويعني أكثر من جهة عسكرية، 200 ألف عنصر ميليشياوي ينتشر في خاصة في المنطقة الغربية. كل هذه الأمور يعني عملية الحلول الأمنية وإعادة النظر في الترتيبات الأمنية التي وردت في اتفاق الصخيرات حتى يمكن إنجازها على أرض الواقع يعني هي شاغل لدول الجوار الليبي، وكما قلت لك لا سيما مصر والجزائر وتونس على اعتبار أنهم الدول الأكثر تضررا مما يجري من يعني فوضى وحالة انفلات أمني في ليبيا. سيد علي، أنت تحدثت عن أكثر من نقطة، تحدثت كان سؤالي البدائي عن لماذا هذا الاجتماع تونس مصر الجزائر، قلت أنه تمهيد لاجتماع وزراء الخارجية، قلت لك أنه على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب غدا، بمعنى أنه هل سيناقش أمر يحتاج أو تحتاج هذه الدول إلى ترتيبه؟ يعني بالفعل لابد أن يكون هناك تحرك عربي يعني بشكل أكثر شمولية تجاه قضايا المنطقة، بعيدا عن التعامل بشكل فردي مع الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية. يعني ما يجري في 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 ليبيا، ما يجري في الجزائر، ما يجري في تونس، ما يجري في منطقة الساحل الإفريقي بشكل عام له تداعيات على كامل الإقليم العربي. وربما تلاحظ أن تنامي الجماعات الإرهابية خاصة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل الإفريقي القصد منها هو يعني التأثير على عملية التواصل ما بين الدول العربية والقارة الإفريقية، خاصة وأن منطقة الساحل والصحراء هي بمثابة يعني حزام وطوق للمجتمع العربي ككل. الساحل والصحراء تقصد بها دول الشمال ودول الجنوب؟ يعني مفهوم الساحل والصحراء له أكثر، يعني هناك الدول والأدبيات الغربية دأبت على تعريف دول الساحل المعروفة اللي هي موريتانيا والنيجر وتشاد، يعني الدول الخمسة المعروفة في غرب أفريقيا، ولكن هو منطقة الساحل والصحراء تمتد من المحيط الأطلنطي غربا حتى البحر الأحمر شرقا. عظيم. تشمل السودان، تشمل النيجر، تشمل الدول دي الأدبيات الغربية، هل اتفق عليها العرب؟ لا يوجد اتفاق على وبناء هذا. وبناء عليه كان سؤالي الأول الذي لكن أتحدث معك. اسمح لي أن أسأل أنت تتحدث هنا عن أمريكا ونعود الحديث أنه شأن عربي يجب إدارته، ثم نعود للمصطلح الغربي، علينا أن نتفق نحن نتحدث عن ليبيا بمنظور عربي أم منظور غربي؟ نتفق ابتداء عشان يعني الحديث يسير في مساره الصحيح. لا طبعا، ده سؤالي. نحن نتحدث عن ليبيا بمنظور عربي، من منظور ليبيا وبناء عربية وإفريقية، وبناء عليه ما يجري في ليبيا له تداعيات على أمن القارة الإفريقية وعلى أمن الدول العربية، والعلاقة ما بين الدول العربية والدول الإفريقية ليست ببعيدة، بدليل أن نحن ننتمي لشمال القارة الإفريقية. فكرة يعني أنت تتحرك أو يعني تحاول أن تتعامل وتتحرك في مساحات ضيقة وشائكة للغاية، بمعنى أن هناك مصالح ومحددات. نحن العرب؟ نعم نحن العرب، نعم، في ظل الظرف الراهن. تمام. في ظل الظرف الراهن تتحرك في مساحات ضيقة وشائكة. ما هي هذه المساحات للغاية؟ بمعنى أن هناك يعني فكرة يعني الدول الهشة التي ظهرت عقب ثورات الربيع العربي، تنامي ظاهرة الإرهاب في المنطقة، محاولة هدم وكسر الدولة الوطنية، التأثير على الأمن يعني العربي عبر وكلاء دوليين لهم مصالح في المنطقة، فهناك محددات حتى تحكم السياسة الفرنسية في منطقة الساحل، تحكم السياسة الأمريكية في منطقة الساحل، ربما لا تتلاقى مصالح هذه الدول مع مصالح الدول العربية في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا. لذلك أنت تناور سياسيا، تحاول أن
تتفاعل مع كل الأطراف بما يضمن لك الحفاظ على المكتسبات التي حققتها في ظل كل هذه الظروف، وفي ذات الوقت يعني لا تدخل في صدام مع دول كبرى ربما يكون له تداعيات أكثر خطورة على واقع المنطقة العربية. هل معنى ذلك أن الدول العربية اتفقت على صيغة ما لحل الأزمة الليبية؟ نحن يعني هل اتفقت؟ لا. أنا لا أحصل من حضرتك على إجابات مباشرة. قلت لك أن الدول العربية تتعامل مع أزمات المنطقة بشكل فردي حالة حالة، ولا يوجد منظور عربي شامل للتعامل مع قضايا المنطقة، وهنا تكمن الخطورة. أتحدث على الأقل وحضرتك ليه مش عايز تديني فرصة أسأل؟ لا ما أنا بجاوب حضرتك. لا أنا بس كل القصة الجزء المرتبط بليبيا، أنا لا أتحدث، الأزمات العربية ممتدة وعميقة وأطرافها الفاعلة كثيرة، أتحدث عن ليبيا على وجه التحديد قليلا من الصبر سيد الفاضل. أتحدث هنا عن الاتفاق ما بين مصر والجزائر، هل مصر والجزائر اتفقتا على حل الأزمة الليبية؟ نعم، هناك رؤى، يعني الجزائر لها رؤية في 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 إطار تسوية الأزمة الليبية، مصر لها رؤية، تونس لها رؤية، عملية التشاور بين الدول الثلاث هو يخدم عملية الاستقرار في ليبيا، الوصول إلى رؤية واحدة من أجل الحل في ليبيا حتى لا تحدث تجاذبات ما بين الدول الثلاث تؤثر بشكل أو بآخر على تسوية الأزمة والوصول سريعا إلى حل وتسوية للأزمة الليبية. كما قلت لك انعكاسات الأزمة هي على مجمل دول الإقليم، خاصة دول الجوار المباشر لليبيا، مصر والجزائر وتونس. وهل ما يحدث في الجزائر الآن قد يؤثر على رؤية الدولة الجزائرية في تطبيق حلولها في الغرب الليبي على وجه التحديد؟ يعني بالطبع، يعني استقرار الجزائر هو عامل مهم جدا، وهناك يعني محاولة لدفع الحالة الجزائرية إلى لأن تصبح الجزائر مثل سوريا أو مثل ليبيا أو مثل كذا، وهذا يخدم في الأساس العمليات الإرهابية ويخدم مصالح الدول التي تبحث عن نفوذ في منطقة الساحل والصحراء، خاصة وأن الجزائر تقع على منطقة الساحل والصحراء وهي دولة مهمة من أجل الأمن واستقرار ومن يسعى أن يجعل الجزائر كسوريا والعراق. يعني قلت لك أن يعني سادة أنت تحدثت وقلت أنه هناك نعم محاولة لجعلها، من الذي يدفع إلى جعلها كذلك؟ يعني عادة ما يعني أمريكا تخشى من نفوذ صيني ونفوذ روسي متزايد في منطقة الساحل والصحراء، وبالتالي لها قواعد الآن، قاعدتين في النيجر، وتقوم بعملية بقى يعني مسح جو بواسطة طائرات بدون طيار. فرنسا تعتمد على يعني في عام 2022 50% من اليورانيوم الذي تستخدمه المعامل النووية في فرنسا يأتي من النيجر، من دولة من دول الساحل والصحراء. هناك مصالح تحكم سياسات الدول الكبرى في منطقة الساحل والصحراء خاصة، نظرا لأهمية هذه المنطقة ونظرا لغناها بالموارد الطبيعية التي يعتمد عليها الغرب وأمريكا بشكل رئيسي لدعم اقتصاد الدول الغربية. يعني الإرهاب هو مبرر في الأساس لهذه الدول لكي تعيد عسكرة المنطقة من جديد. منطقة الساحل والصحراء هي منطقة وصال وتواصل ما بين المنطقة العربية وأفريقيا عبر التاريخ، يعني ظلت منطقة الساحل والصحراء يعني تشهد حركة التجارة ما بين الدول العربية وبين الدول الأفريقية، حركة المد الإسلامي، يعني عملية التناقل الثقافي ما بين إفريقيا والدول العربية كلها كانت عبر منطقة الساحل والصحراء، فهي يعني منطقة وصل لا فصل ما بين القارة الإفريقية والدول العربية. لذلك ولأن منهج الجماعات الإرهابية لها أهمية كبيرة هذه نعم الدول نعم ولذلك ولأن منهج الجماعات الإرهابية هو الفصل والتقسيم وتحطيم وتدمير الدولة الوطنية، تدفع الدول الغربية بالجماعات الإرهابية لأن تنتشر في هذه المنطقة الشاسعة لتكون عامل فصل ما بين القارة الإفريقية والمنطقة العربية ولتهدد الحزام الأمني للدول العربية كاملة. إذن لابد أن يكون هناك نظرة عربية شمولية للتعامل مع كل القضايا التي تشهدها هذه المنطقة. طيب في تقديرك بماذا يستطيع هذا الاجتماع أن يخرج بشأن الأزمة في ليبيا؟ يعني قلت لك توحيد المؤسسة العسكرية، ده يعني هذا هو العامل قد الأساسي. قد يكون هذا على جدول الأعمال. نعم. هل يستطيع هذا الاجتماع أن يخرج بهذا الحل؟
الاجتماع يناقش وليس يخرج، يحط بنود، يحط خارطة طريق، خارطة عمل يعني تؤكد التعاون بين الدول الثلاث في حل وتسوية الأزمة الليبية. سواء الجزائر سواء تونس سواء مصر لها علاقات بالداخل الليبي، وكما قلت لك العلاقة بين الدول الثلاث، الجزائر دولة جوار لمصر وليس بعيد عن مصر، الجزائر دولة جوار مصر، يعني من الجزائر، من الجزائر، من ورقلة، ولاية ورقلة في الجزائر، إلى سبها، إلى الجفرة، إلى الكفرة، إلى الحدود المصرية، المنطقة كلها جبل العوينات يربط هذه المنطقة كلها ببعضها، يربط السودان بمصر بالجزائر بتشاد بالنيجر. إذن وجود رؤية تكاملية بين دول المنطقة من أجل إنهاء هذه النزاعات هو أمر من الأهمية من المكان للحفاظ على أمن واستقرار باقي وحدات المنطقة العربية. ما يحدث في الجزائر، ما يحدث في منطقة الساحل، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في السودان، ما كل هذا له تداعيات على أمن الإقليم ككل. طب اسمح لي سننتقل إلى مقر المؤتمر. معنا الأستاذ محمد مصطفى هو مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. سيد الفاضل تحياتي لك، أنت الآن في مقر المؤتمر، من المفترض أن المؤتمر الصحفي بين فينة وأخرى قد يخرج لنا بتفاصيل بعيدا عن هذه الأجواء المرتبطة بهذا المؤتمر. في إطار متابعتك للحديث عن دول الجوار بشأن ليبيا، ماذا تتوقع أن يكون هذا الاجتماع؟ لماذا عقد هذا الاجتماع؟ وما هو المأمول من هذا الاجتماع؟ في الواقع أن هذا الاجتماع بمثابة آلية ثلاثية بين دول الجوار الثلاث مع ليبيا، دول الجوار العربي الثلاث مع ليبيا. الاجتماع بيعقد بين فترة وأخرى ويدفع باتجاهه دوما حدوث تطورات على الأرض في الداخل الليبي. الآن التطور الأبرز داخل ليبيا هو تمكن الجيش الليبي من فرض سيطرته على المناطق الحدودية كلها تقريبا باستثناء جزء متواجد على الحدود مع تونس، وبالتالي تمكن الجيش الليبي من تحقيق هذه الانتصارات والسيطرة على الحدود من شأنه أن يعزز قدرات دول الجوار على مكافحة الإرهاب الذي يشكل الخطر الأكبر على هذه الدول ومصالحها الحيوية. فهذا التطور يتعين على الدول أن تعمل على ترسيخه حتى لا تحدث ارتدادات من جانب التنظيمات الإرهابية، زي ما شفنا السنة اللي فاتت في ديرنا عندما سيطر الجيش الليبي وأعلن سيطرته على المدينة، ثم بعدها بشهر أو بشهرين فوجئت القوات الليبية بأن العناصر الإرهابية متمركزة في خنادق وحصون تحت الأرض وحاولت تستعيد المبادرة ثانية، لكن الجيش الليبي تمكن مؤخرا من تحقيق سيطرة كاملة على هذه المدينة المهمة، وبالتالي سيطر بالكامل على الشرق الليبي المتاخم للحدود مع مصر. فالبعد المتعلق بمكافحة الإرهاب وتوازيه مع التطورات على الأرض في ليبيا من المهم أن تنسق بشأنه الدول الثلاث، خصوصا وأن هناك اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة خلال ساعات، فتنسيق المواقف بينهم يكون أمر شديد الأهمية. على الجانب الآخر نحن نعلم أن هناك ضغوطات متزايدة من جانب الدول الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية من دول الشمال الأفريقي، والاستناد إلى التجربة المصرية الناجحة في وقف الهجرة غير الشرعية بشكل كامل عبر الأراضي أو المياه المصرية إلى أوروبا، ويريدون أن تستمر هذه الجهود وتنتقل التجربة المصرية إلى الدول الأخرى، لأن الدول الأوروبية بأسرها تعاني من الهجرة غير الشرعية وتداعياتها اللي وصلت إلى حد خلل في هوية، في الهوية الوطنية لبعض الدول الأوروبية، واليمين القومي واليمين الشعبوي في الاتحاد الأوروبي بيتفاعل سياسيا مع هذا الملف بشكل كبير، وعندهم انتخابات في شهر مايو القادم للبرلمان الأوروبي، واليمين الشعبوي اللي دول أوروبا كلها بتخشى من وصول السلطة قد ترجح فرصه في الفوز في حالة عدم توقف موجات الإرهاب في داخل الدول الأوروبية وعدم توقف موجات الهجرة غير الشرعية. أيضا نستطيع فندم أنه بعد إعلان تشاد إغلاق حدودها نظرا لدخول رتل عسكري من المسلحين إلى أراضيها، هل نعتبر أن عدم وجود تشاد في هذا الاجتماع وتونس في هذا الاجتماع والنيجر في هذا الاجتماع أن هذا الاجتماع قد لا يرتقي إلى أن يكون اجتماع لدول جوار ليبيا، إنما يبحث الأزمة الليبية من منظور الدول الثلاث فقط مثل تونس
الجزائر؟ زي ما قلت لحضرتك هذه دول الجوار العربي مع ليبيا، وتنسيق المواقف السياسية بينها أمر شديد الأهمية. يجب أن نرتب البيت العربي جيدا في المواقف وفي المصالح المشتركة عندما نتعامل مع ملف مهم زي الملف الليبي، ثم ننقل وجهة نظرنا ونحاول أن تكون هي وجهة النظر التي لها الغلبة في المحيط الأوسع الجغرافي والحيوي الأوسع للشقيقة ليبيا. نعم أستاذ مصطفى، حضرتك كما ذكرت، أعتذر هنا للمقاطعة، ذكرت أن هذا اجتماع للدول العربية المعنية بالأزمة الليبية كما سبق وذكرت وقررت في هذا الحديث. نعم هذا الاجتماع لم يكن، حضرتك أشرت إلى تشاد، وتشاد في الواقع عندها إشكاليات عديدة، منها ملف التنقيب عن الذهب، واللي يعني لو سمحت لي يعني هو ملف شديد الخطورة لأنه متفاعل مع العديد من دول الجوار مع مصر، يعني مش ليبيا بس، لكن أيضا في دول عديدة بيتم فيها التنقيب عن الذهب بشكل غير شرعي، والعناصر التي تقوم بالتنقيب في المناطق الخالية من السكان بطبيعة الحال بتكون عناصر مسلحة. فأتصور أن هناك تقاطعا ما بين عمليات التنقيب عن الذهب ونشاط الجماعات الإرهابية، وهو ما فطنت إليه تشاد، وفي صدمات بالفعل بين القوات المسلحة التشادية والعناصر اللي بتنقب عن الذهب، اللي بيروا أن وراءها تنظيمات إرهابية قد تكون أو يعني من المتصور أن يكون لها علاقة بالمنظمات الإرهابية في ليبيا. وهل لهذا سبب أيضا في تحرك قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر إلى هذه المنطقة وإلى الجنوب الليبي في محاولة تأمينه؟ زي ما قلت لحضرتك، هناك يعني امتدادات للمنظمات الإرهابية. المنظمات الإرهابية لا تتحرك بمفهوم الدولة الوطنية، يعني منظمة إرهابية بتعمل في ليبيا فنشاطها يقتصر على الداخل الليبي، أو في تونس تقتصر على تونس، أو تشاد تقتصر على تشاد، لكن كلهم ليهم امتدادات وبيحاولوا يكون ليهم عمق حيوي في دول الجوار الأخرى. وفي الواقع لو نظرنا للمشهد الأفريقي خصوصا مع تولي رئيس عبد الفتاح السيسي، يعني المهمة الأصعب دلوقتي في الاتحاد الأفريقي في ظل رئاسته للاتحاد والأولوية اللي بتوليها دور أفريقيا لمكافحة الإرهاب، هنجد أن امتدادات المنظمات الإرهابية بتصل إلى أقصى الغرب الأفريقي، فالدعم اللوجستي بالنسبة لهم أمر مهم، وفي عمليات الكر والفر عندما يحكم جيش دولة ما سيطرته على حدوده بيكون أمر مهم للمنظمات الإرهابية أن تجد لها ملاذا وعمقا في دولة مجاورة حتى تعيد الكرة مرة أخرى إلى الدولة المستهدفة، وهو ما نراه في ليبيا من وقت لآخر. إلى أي مدى؟ تأمين الحدود بالكامل أمر يعني لا يمكن أن ننظر إليها على أنها حلقات منفصلة، لكنها حلقات متصلة، ومن هنا أهمية الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، لأنها ليست فقط رئاسة يعني بغرض تنموي أو غرض اقتصادي أو غرض إداري، لكن البعد الأمني أصبح حاكما الآن في العلاقات بين الدول الأفريقية، لأنه بيكسر الدول الأفريقية من الداخل ويمكن أن يوجد أي مشروعات للتكامل بين الدول الأفريقية في المستقبل. أشكرك الأستاذ محمد مصطفى، وأنت مدير تحرير وكالة أنباء الشرق أوسط، إذ كنت معنا من مقر اجتماع وزراء خارجية مصر تونس الجزائر بمقر وزارة الخارجية المصرية من القاهرة. شكرا جزيلا لك. إلى أي مدى تتفق مع ما قيل؟ بالطبع لابد من وجود مفهوم شامل للتعامل مع الأزمات التي تشهدها المنطقة، يعني حتى الرئيس السيسي قال لابد من الاستقرار أولا ثم التنمية. حتى المؤتمر الذي جرى استضافته مدينة شرم الشيخ ما بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية كان مفاده رسالة مهمة لدول الاتحاد الأوروبي، أن مصالح أوروبا لن تتحقق في المنطقة دون وجود استقرار وستصبح مهددة، وقد رهنت الدول الغربية رهنت على أن عدم الاستقرار وانتشار الجماعات الإرهابية في المنطقة وسقوط الدولة الوطنية سوف يخدم مصالحها الاقتصادية أكثر من عملية الاستقرار، وهو ما ثبت فشله، لأن أصبحت مصالح هذه الدول مهددة أكثر من ذي قبل. لذلك الاستقرار وحل النزاعات ومحاربة الإرهاب والقضاء على الإرهاب هو عملية أساسية، أو بمعنى أصح كما أشار
ضيفك المحترم أن البعد الأمني هو بعد حاكم للعلاقات بين الدول، ولا بد من أن يكون هناك مفهوم عربي شامل للتعامل مع قضايا الإرهاب في المنطقة. الحديث عن قضايا الإرهاب هو الحديث الذي يحتل المقام الأول في الحديث العربي إلى الدول العربية والمطالبات العربية إلى الدول العربية، ولكن ما لم يتم الحديث عنه هو الحديث الاقتصادي، محاولة السيطرة على الثروات الليبية في هذا التوقيت من قبل القوى الاستعمارية أو تأمينها من قبل دول الجوار حتى تسير في مساراتها التقليدية. لماذا لا يتم الحديث عن الثروات الاقتصادية التي تحتويها الدولة الليبية؟ هي تدخل في إطار مفهوم يعني القضايا التي تشغل أو تهدد الأمن القومي العربي، الدور التركي في المنطقة مدعوما بالدور القطري، المد الإيراني، إعادة تعمير وبناء الدول التي يعني شهدت خراب بفضل ثورات الربيع العربي، قضايا الإرهاب، كل هذه القضية الفلسطينية وإسرائيل والاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني، كل هذه القضايا مترابطة ومتشابكة مع بعضها. الأهم الدور التركي، أنا أرغب في السؤال في هذه الجزئية. الدور التركي يظل دورا ضعيفا في ليبيا لأنه لا توجد حدود تماس على عكس الدولة السورية، من أين ينفذ أو من أين تتحرك؟ من البحر عبر جماعة الإخوان الإرهابية متسيدة في ليبيا منذ العام 2011 وله علاقات وثيقة بالجماعات الإرهابية داخل ليبيا. ما هي منافذها البرية؟ البحر منافذه يعني البحر المتوسط، يعني البحر المتوسط أثناء البحر المتوسط المحروس أثناء ثورة فبراير 2011 كانت الوجبات تأتي ساخنة من تركيا إلى مدينة مصراتة بناء رأس حمد في ليبيا. 2011 واقع والآن واقع آخر. الدولة منهارة، لا توجد مؤسسات. 2011 واقع والآن واقع آخر. الآن هناك مصالح وإعادة ترتيب للدول الغربية والدول العربية بعد أن قامت من عثراتها. الحديث عن أن وصول هذه المواد الغذائية هذا ليس دليلا على نفوذ وقوة. تقول من أين النفوذ؟ أنت أجبت علي بفترة زمنية مغيرة، أتحدث عن هذه الفترة ولا أتحدث. أنا أقول من أين تنفذ تركيا إلى ليبيا؟ الآن عبر البحر المتوسط. كيف البحر المتوسط وفيه القوات الأمريكية والأسطول المصري والأسطول الجزائري وكل هذه القوات، كيف تنفذ؟ لماذا؟ كيف؟ من أين لها هذه القوة؟ يا عزيزي قلت لك أن الدول الغربية تغذي الجماعات الإرهابية بحيث تتخذ وذريعة يعني التدخل وعسكرة المنطقة بشكل أو بآخر. إذا لم يكن هناك مبرر لوجود عسكري أمريكي في إفريقيا فكيف ستتواجد قوات أمريكية في إفريقيا؟ إذا لم يكن هناك مبرر لوجود قوات عسكرية في المنطقة فكيف ستتواجد هذه القوات؟ إذن يعني تركيا وقطر هي تخدم بشكل أو بآخر الدور الغربي الساعي إلى نهب مقدرات شعوب المنطقة العربية. لذلك قلنا جنون أردوغان بعد القمة العربية الأوروبية، لأن هناك مسار استراتيجي جديد بدأ يتحدد عقب القمة العربية الأوروبية، وهو أن الاستقرار والأمن هو الضامن الوحيد لحماية مصالح الدول الغربية في المنطقة من خلال التعاون وليس من خلال أي شيء آخر أو الاعتماد على الجماعات الإرهابية. لذلك عملية الاستقرار هي أو المحدد الأمني هو رئيسي من يعني في تعامل أو يجب أن يكون في رأس مقدمة أجندة الدول العربية في التعامل مع قضايا. طيب إلى أي مدى تستطيع قطر وتركيا أن تنفذ إلى الملف الليبي في هذا التوقيت يعني في ظل تعدد اللاعبين عبر جماعة الإخوان المسلمين وتمركز جماعة الإخوان المسلمين في الغرب الليبي والغرب الليبي في الحضن الجزائري؟ نعم، والجزائر توجد بها جماعة الإخوان المسلمين وهناك جبهة الإنقاذ وفي تونس النهضة. وبالتبعية الحل وهذا كله في إطار أسئلة، الحل في الغرب الجزائري قد يتوافق بشكل أو بآخر مع الوضع الداخلي في الجزائر؟ الجماعات الإرهابية مرفوضة تماما جملة وتفصيلا من الشعوب العربية. يعني نحن نراهن على الشعوب العربية لأنها زاقت الأمرين من تسلط هذه الجماعات. هذه الجماعات لا أمان لها. يعني تاريخ دخول جماعة الإخوان إلى ليبيا يبدأ من 49 في عهد الملك إدريس السنوسي بعد اغتيال النقراشي باشا في مصر. هرب ثلاثة من عناصر الإخوان المسلمين إلى ليبيا وتم إيوائهم من قبل الملك إدريس السنوسي. بعد ذلك قاموا بتصفية إبراهيم الشلحي اللي هو ماسك الخاصة الملكية أو نظر الخاصة الملكية في قصر الملك إدريس السنوسي.
يعني حتى مدركات الشعب الليبي عن جماعة الإخوان معروف أنها جماعة لا عهد لها. القرضاوي كان يمتدح القذافي ويصفه بسيف الإسلام ودرع الإسلام، وعندما حدث الثورات الربيع العربي وصفه بالزنديق وأباح دمه عندما قال اقتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فهذه الجماعات لا عهد لها، لا مبدأ لها، سوى أنها بياضق تحركها أجهزة مخابرات غربية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل حماية مصالحها في المنطقة. نعم أنا أشكرك على هذه الخلفية التاريخية، لكن نعم. أنا كان سؤالي ما قبل هذه الخلفية التاريخية أن التواجد الأكثر نفوذا في الغرب الليبي لجماعة الإخوان والجماعات الإسلامية متواجد في الغرب الليبي، والغرب الليبي بشكل أو بآخر في الحاضنة التونسية الجزائرية. هل الحل في الغرب الليبي يجب أن يتوافق مع الحسابات الداخلية في الجزائر يعني وبالتبعية تونس؟ رفض يعني عزل الجماعات الإرهابية هو أمر ضروري لحدوث الاستقرار. يعني قد تكون هناك استراتيجية شاملة تتبعها الدول المنطقة من أجل القضاء على هذه الجماعات الإرهابية. عملية التفرقة بين الجماعة بين تنظيم القاعدة والإخوان هو تفريق خاطئ، لأن أول من مارس القتل في ليبيا هي جماعة الإخوان، وتنظيم الجماعة الليبية المقاتلة هو منبثق عن جماعة الإخوان. الحاج علي اللي هو بتاع جبهة الإنقاذ في الجزائر مع الأحداث دعا العناصر السلفية إلى حمل السلاح في مواجهة الأمن. إذن هذه الجماعات تبحث عن دور معين هو ضرب الدولة الوطنية. هذا أمر يهدد الأمن القومي العربي، لابد أن يكون هناك استراتيجية واقعية. متى كانت هذه الدعوة بحمل أو بالدعوة إلى الجماعات السلفية؟ في الأحداث الجارية في الجزائر. يعني الثورات اللي طرع على انتخابات بوتفليقة الولاية 5 في الجزائر. دعا يعني اللي هو ينتمي لجبهة الإنقاذ الحاج علي إلى رفع السلاح في وجه أجهزة الأمن. تمام. يعني هذه جماعات هدفها الأساسي هو إشعال الأوضاع في الجزائر، هناك جماعات انفصالية في الجزائر، ضرب الجزائر، يعني تمهيد المنطقة لعسكرة جديدة من قوى الدول الغربية التي بدأت بالفعل في عسكرة المنطقة. طيب سؤالي نفس السؤال ولكن بصيغة أخرى، ماذا ترغب الجزائر في الغرب الليبي؟ هل الجزائر تتعامل مع الغرب الليبي أم تتعامل مع الأزمة الجزائرية بعمومها؟ يعني الجزائر لها فلسفة خاصة في التعامل مع الأزمة الليبية. الجزائر تربطها حدود مشتركة مع ليبيا. في أحداث 2011 العناصر الإرهابية الجزائرية انتقلت كلها إلى الداخل الليبي للقتال مع الجماعات الإرهابية ضد نظام القذافي. استغلت الجزائر هذه الفرصة وقامت بإغلاق حدودها تامة كاملة مع ليبيا وأحكمت سيطرتها على هذه الحدود، وتركت الجماعات الإرهابية تتعامل داخل ليبيا وتقاتل إلى جانب الجماعة الإسلامية المقاتلة أو إلى جانب الإخوان ضد نظام القذافي، بمعنى أنها كان لديها شيء ما وأرادت التخلص منه وأتاحت الأجواء المواتية لها هذه الظروف. ربما هي نظرة قاصرة، ربما تكون إيجابية بالنسبة للجزائر في المدى الأقل من المنظور، لكن في المدى البعيد سوف يكون لها ارتدادات على الأمن الجزائري. وأعتقد أن هذه الأحداث الأخيرة سوف تدفع الجزائر للتفكير ماليا في التعامل بمنطق جديد مع الأزمة الليبية، بعيدا عن دعم الجماعات الإرهابية وبعيدا عن فكرة، يعني هناك فكرة مسيطرة على بعض الدول أن دمج هذه الجماعات في المجتمع سوف يعني ينهي على عملية العنف، وهذا ثابت خطأ. كما قلت لك يعني نشأة الجماعة في الإخوان بدأت بالعنف، على الرغم من أن الملك إدريس 3 عناصر كانوا هاربين من مصر من هنا احتواهم وعينهم بل وأغدق عليهم وأعطى لأحدهم توكيل لجلب السلع من أوروبا إلى ليبيا، ورغم ذلك قاموا باغتيال إبراهيم الشلحي وهو ما أحزن الملك إدريس السنوسي كثيرا. القذافي أجرى معهم مصالحة عبر عارض صلابي، ورغم ذلك انقلبوا عليه، كان يصفونه بسيف الإسلام ودرع الإسلام، وعندما قامت في أحداث ثورات الربيع العربي وصفوه بالزنديق وأراقوا دمه. إذن هو لا أمان لهم سواء احتوتهم المجتمعات العربية أم لم تحتويهم، لأنها جماعات اتخذت العنف والإرهاب سبيلا لها. نعم غسان سلامة المبعوث الأممي، إلى أي مدى يستطيع هذا الرجل أن يضع بصمة لم يستطع من قبله أن يضع هذه البصمة، ولأي مدى تظل هذه المهمة المكلف بها من الأمم المتحدة مهمة قد تكون أو تصل إلى نطاق المهمات المستحيلة؟ يعني أنا
يعني احد الذين كانوا متفائلين جدا بدور السيد غسان. لماذا؟ على اعتبار انه من خلفيه عربيه، كانت لديه رؤيه يعني واقعيه، يا كانت لديه خارطه طريق منطقيه، اتضحت صدق نواياه مبكرا في انه لديه رغبه بالفعل في انهاء الازمه الليبيه، تحاور مع كل الاطراف الليبيه. لكن يبدو يعني هو كما قلت لك الكل يلعب في مساحات ضيقه، هو ايضا عليه ضغوط من خلال الامم المتحده انه يمثل الامم المتحده، هناك اطراف فاعله في الامم المتحده. هل الامم المتحده لديها رغبات في طرق الحل؟ يعني دعني اقول لك، الدول التي لها مصالح في استمرار الوضع هشم في ليبيا، في اسطورة يعني تتحدث فرنسا، الولايات المتحدة، الدول العربية الحاكمة، من كان ربما سابقا. ربما 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 هذه الدول احيانا تستفيد من استمرار عملية تمارس ضغوط على الامم المتحدة. نعم، والامم المتحدة تمارس هذه الضغوط على غسان سلامة. لكن انا لا اشك في نوايا الرجل، وكما قلت لك كنت اكثر من متفائل بدوره. الان انت متفائل؟ اذا يعني هو ما يعني فكرة المؤتمر الوطني الجامع والذي تحدث عنه، اذا كان بالفعل سوف ينوي اجراء حوار شامل بين كل الاطراف الليبية للوصول الى صيغة ترضي يعني كافة الاطراف وتحقق تطلعات الشعب الليبي في الامن والاستقرار، وهذا حقه، وتضمن استعادة مؤسسات الدولة والدفع الى عملية انتخابات، فهذا امر جيد، لان ساعتها سوف تنتهي الازمة. الجيد في الامر كيف سيكون جيدا وانت تتحدث ان من يمارس ضغوطا ما زال يمارس هذه الضغوط، وان الامم المتحدة كما هي، ودول الجوار كما هي، وليبيا بتشكيلاتها يعني شرقية وغربية المجتمع كما هي، يعني من اين تفاءلت؟ نحن لسنا مستمتعين، نحن ايضا لنا دور في مقاومة هذه الاستراتيجية. نحن نتحدث عن العرب أم مصر؟ نعم، عن كل الدول العربية. كما قلت لك لا ينبغي أن يعني نتحدث عن الأزمة الليبية على أنها تخص مصر فقط، قوة أو تخص الجزائر يعني فقط. الوقت قد انتهى، فاسمح لي بالأسئلة السريعة والإجابات الأسرع. في هذا التوقيت ما هي الضغوط أو ما هي الأوراق التي تمتلكها الدول العربية غير ورقة الإرهاب التي تلوح بها الغرب والتي يتحدث بها الغرب عن الدول العربية بضرورة وقف ما يطلق عليه الهجرات غير الشرعية والانتقال غير الآمن من دول يعني إلى دول؟ كانت ذريعة الغرب هو الهجرة غير الشرعية القادمة من دول غرب إفريقيا عبر النيجر وعبر تشاد والدخول إلى جنوب ليبيا، ومن جنوب ليبيا إلى البحر المتوسط، ومن البحر المتوسط إلى أوروبا، وهي ما سوّم بها أردوغان أيضا. هي ما سوّم بها أردوغان الدول الأوروبية. نعم ربما في يعني في الأزمة السورية. نعم الآن الجيش الليبي يتقدم ناحية الجنوب، أحكم سيطرته على الحدود ما بين ليبيا والجزائر وما بين ليبيا وتشاد والنيجر. سوف يتم يعني مراقبة الحدود بشكل جيد. هذا الإعلان عن هذه هذا الإعلان عن نجاح القوات الليبية أو الجيش الليبي. نعم، في هذا التوقيت له مغزى في إرسال إشارات إلى الغرب. نعم، وفيما يتعلق أيضا بحظر السلاح على الجيش الوطني الليبي. بالضبط، هنا ينبغي على الدول العربية مجتمعة أن تضغط على المجتمع الدولي بالأجل رفع السلاح، حظر السلاح أو توريد السلاح للجيش الوطني الليبي، حتى يقوم بمهامه في تأمين حدود الدولة الليبية وغلق أبوابها. نعم، السؤال القادم، من أين استطاع الجيش الليبي أن يتحول من جيش غير قادر على حماية حدوده الجنوبية إلى قادر، أو أنه استطاع بالفعل أن يؤمن الحدود الجنوبية تحت ذات العنوان حظر السلاح عليه؟ من أين أتى بالسلاح ومن أين أتى بهذه القدرة العسكرية؟ ليبيا كان فيها 20 مليون قطع السلاح. هناك سلاح متوافر، يعني عدد غير محدود من الأسلحة متواجدة في ليبيا. يعني إعادة هيكلة أو إعادة ميلاد المؤسسة العسكرية بنجاح للجيش الليبي. نعم، هو نجاح في حد ذاته أن الجيش الليبي استطاع أن يعيد بناء نفسه من جديد. هل المبارزة الآن مع الدول الغربية هي المطالبة أو محاولة رفع الحظر عن الجيش الليبي؟ نعم، هذا أمر الأهمية بمكان حتى يتمكن الجيش الليبي من أداء مهمته كاملة في تأمين حدوده. ومن الناحية السياسية، إذا استطاع الجيش الليبي ومن خلفه من يقف خلفه أن يصل بهذه الرسالة، ماذا لو تم الرفع الحظر عن الجيش الليبي؟ إلى أي مدى يستطيع هذا الرفع أن يحل بشكل أو بآخر الأزمات في ليبيا؟ كما قلت لك، الجيش الليبي سوف يحكم قبضته على كامل التراب الليبي. الآن لم يتبقى إلى العاصمة الليبية طرابلس، يعني الجماعات الإرهابية لا حاضنة شعبية لها، الشعب الليبي يرفض الإرهاب جملة وتفصيلة، وهذا ما يساعد الجيش كثيرا، وربما هو سر نجاح الجيش الليبي في يعني تحقيق كل هذا النجاح، ليمتد من شرق ليبيا حتى الحدود مع تشاد والنيجر. هو يعني
المساندة الشعبية الحقيقية وأن له حاضنة وطنية حقيقية ترغب في عودة المؤسسات. هل الدول العربية الفاعلة المؤثرة قادرة على إيصال هذا الصوت بأنه يجب رفع الحظر، حظر تصدير السلاح؟ يجب. هل هي قادرة في القريب العاجل؟ هي قادرة. مصر تتحرك من 2014 في هذا الإطار، من 2014 ومصر تخاطب المجتمع الدولي من أجل رفع حظر توريد السلاح عن الجيش الليبي حتى يتمكن من أداء مهامه كاملة. وهذه رغبة الشعب الليبي. لن تكون دولة بدون مؤسسات، لأن هذا سوف يساعد كثيرا في عودة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة الليبية لكامل لياقتها، وتكون دولة مستقرة تخدم أمن واستقرار المنطقة، لا تكون عامل هدم وعدم استقرار لدول المنطقة العربية. تقبل تحياتي، سعدت بهذا اللقاء الأستاذ علي طرفاية، وأنت الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الليبي والعضو التنفيذي للرابطة الأفرو عربية بنقابة الصحفيين المصريين، سعدت بهذا اللقاء. أشكرك، شكرا لحضرتك. وشكرا موصول لكم مشاهدي الكرام، كان هذا مشهدنا عن الأزمة الليبية وعن اجتماع وزراء خارجية مصر الجزائر وتونس المنعقد الآن في القاهرة. أشكركم على هذه المتابعة، أنا تامر حنفي أحييكم، سلام الله عليكم.